السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياك الله شيخ. وحياك وبارك فيك. الله يحفظك يا رب. شيخ، في شخص يعني لا يصلي، لكن ليس جاحدا بالصلاة، ولكنه يعني سيطرت عليه ذنوبه يعني، فلكن هو محترم بين الناس وخدوم، لكنه قد توفى الله ولا يصلي، فما حكم ذلك الشخص؟ مرتكب كبيرة وأمره موكول إلى الله. لكن لا يشفع له ما فعله من بين الناس أنه والله يعني. أنا لست ربا، ربي أعلم به، ولا تشغل نفسك بمثله. شكرا.